اسمع الزفت دي، حاجتك اللي انت مخزنها عندي في الخن دي تخفيها، ما تنزلنيش، انا مش ناقص قلق. الله، انت مش حاططها في الخن، وبعدين ما انت كده كده بتاخد حق التخزين. خلاص ما يلزمناش، بطلنا، هشاركك بعد كده في المصلحة واخد حقي، غير كده الحاجة لو ما اتحطتش عندك ازينهم مش هيبقى في مصلحة لا ليا ولا ليك. انت عارف جمعة قاطرني في الطلعة والنازلة وما بيخلينيش احط حاجة في الشقة خالص. يا سبحان الله، جبت في سيرة القط جه ينط ومتداري ورا العربية عشان يقطرك وانت خارج. الله يخرب بيتك يا جمعة. طب بقول لك ايه، صاحبك مجدي غانم عايز لوكشة حلوة، وانا لو خرجت جمعة هيقطرني، انت اللي هتودي الحاجة دي لمجدي. طلع انت مش هتسكت الا لما تحبسني. امر الى الله، اعمل نفسك رايح الحمام وجمعة هيطلع وراك، وانا ومركب الجناحات وطاير على مهلك. وعايز حته بكام؟